احتفالاً بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، استضافت السفارة البريطانية بالقاهرة معرض الكشف عن المحفوظات، وذلك بهدف تسليط الضوء على الأعضاء المصريين في فريق كارتر المسؤول عن التنقيب عن الآثار والدور الحاسم الذي لعبوه في العثور على اكتشاف القرن. هذا المعرض بيسلط الضوء أكثر على الدور المصري في هذا التنقيب، في هذا الاكتشاف. نقصد بذلك يعني بنركز ونسلط الضوء أكثر على دور الرئيس أحمد جريجاري، كان بيشتغلوا كتف لكتف مع هوارد كارتر وزمايله برضو. لذلك كان هناك علماء وخبراء مصريين كان بيشتغلوا مع هوارد كارتر مع الفريق البريطاني، ونرى هناك نوري قصة كاملة للتعاون البريطاني المصري بشكل كامل، ونسلط الضوء أكثر على مصر. إحنا في 21 بعثة إنجليزية بتعمل في مصر من ضمن 250 بعثة أجنبية، لكن الحقيقة كان في إشادة من سيادة السفير الإنجليزي بالتعاون المشترك، وقد إيه المصريين ودورهم المهم جدا 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 في المساعدة مع البعثات الأجنبية. قدم المعرض وصفا حيا ومباشرا للاكتشاف من خلال الصور والخطابات والرسومات من أرشيف أنشئ بواسطة المنقبين، بالإضافة إلى مذكرات كارتر التي تصف لحظة الاكتشاف. ما سنراه في المعرض إعادة ترميم بعض السجلات التي صنعها كارتر وفريقه، حيث استغرقوا 10 سنوات للتنقيب وأنتجوا عن ذلك الآلاف من الوثائق مثل اليوميات والصور الفوتوغرافية والخرائط والخطط. ونحاول أيضا التركيز على دور ومساهمة الأعضاء المصريين في الفريق. الأرشيف الموجود في معهد جريفيث دوت متاح لكل الناس، وأنا شخصيا كمسؤول عن تسجيل أثار مصر لما جينا ننشر مقبرة بتاعت خائم حات 57 في مصر، تعاون معنا مع الجريفس ودانا السكويزز او الطبيعات الخاصه بهذه المقبره، وان التعاون بعد المعرض ده ما ينتهي ان شاء الله سوف يتم الاتفاق ازاي نقدر نسوقه او نخليه كل المصريين يشوفوه سواء في الوزاره او خارج الوزاره من خلال اقامته في احد الاماكن. فرصة فريدة للاحتفال بالذكرى السنوية لهذا الاكتشاف وبالعلاقات التاريخية والتعاون بين المملكة المتحدة ومصر، وكذلك للفخر بروعة الحضارة المصرية والحفاظ عليها للأجيال القادمة. شروق الخطيب، MBC مصر.